في هذا العصر في تأليه للإنسان، كما قلنا في عصر التنوير ظهر تأليه للإنسان، التكبر عن عبادة الله، وهذه تجدها اللادينيين ينشرونها، لماذا نعبد الله؟ ما هي العلاقة مع الله؟ قاعد يتكلم عقله أو برأيه، وإلا فالعقل يدل على أن لله حق عليك، ويثيرون شبهات، لماذا نعبد الله وهو غني عنا؟ هذه يثيرون عند أبنائنا، ما دام الله غني ليش نعبده؟ ما يحتاج عبادتنا. ما الجواب؟ الجواب نعم، الله غني عنا وأمرنا بعبادته، لا لأنه محتاج، نحن نعبد الله جل وعلا لأن هذا حق له، العبادة حق لله، والحق يعطى لصاحبه ولو كان غنيا، أليس كذلك؟ إذن اطلع لها الموضوع، لماذا نعبد الله وهو غني عنا؟ افهمها، العبادة حق لله، والحق يؤتى لصاحبه ولو كان غنيا، يعطى لصاحبه ولو كان غنيا. إذن اخرج هذا السؤال من دماغك، هذا نقوله للشباب، لأن هذه شبهة تثار حولهم عندهم، هذا حق. إلا إذا كنت لئيما هنا لن تعطي الحق لصاحبه، أليس كذلك؟ لما أقترض من إنسان مليونير، أنت أقترض منه مبلغ من المال وبعدين ما أرجع له، لماذا؟ يا أخي غني هو ما يحتاج هالمبلغ، هذا لؤم، هذا لؤم.